وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. De ki, haq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. أحد المعاصرين الآن يطلق عليه محدث. محدث كبير، ويقال أنه تلميذ الألباني. أي هذا هو. هذا الشخص وأمثاله يعني إذا سمعوا بكلمة قبر ولا قبور حوشهم كهرباء. هذا الشخص ماذا فعل؟ طامة كبرى، يعني والله مصيبة. من يقرأ في كتب هؤلاء يشيب قبل أوانه. خلونا نشوف ماذا نقل وماذا قال وماذا كعادته بتر. كتاب اسمه شرح الصدور في الرد على من أجاز التمسح بالقبور. قلت ورواية ابن وهب عن مالك، مالك هذا إمام المذهب المالكي، عن مالك تؤكد ذلك. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالع نص الحجي. شنو قايل؟ طبعا مو قايل في لا في نقطة ولا نقاط ولا شيء، ملزق العبارات مع بعضها بعض. على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمس القبر بيده. هل فعلا مالك هذا كلامه بالضبط ولا صاحبنا أكل الحجي؟ خلونا نرجع إلى كلام مالك. كلام مالك ناقل القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي في كتاب الشفة. خلونا نشوف مع بعض شنو قال مالك. صفحة 288، في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. حطنا نظر لخ نشوف الشباب يشوفون. إليكم الفرق. وجماعة عندهم فيهم شيء من القبور، حتى كلام علماءهم يحرفون. يا جماعة والله ابتلشنا، كلما أتينا إلى القوم وأتناهم بدليل كذب وتدليس. إذا ما يسمون محدثين هكذا يفعلون بالروايات وهكذا يفعلون بالأقوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة إذا كانت المسألة واضحة أبي لذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات. اللهم صل على